صحيح انت مسافره سميره يا حبيبتي؟ انت جوزك معاك هنا في المكتب وفي البيت وفي كل حته، لكن انا بقى جوزي بقالي 6 أشهر ما شفتوش، وحشني موت، هتجنن. باي باي. الله، امتى؟ امتى بقى؟ امتى ايه؟ نبعد عن بعض سنه. من بقك لباب السما. مدام منى، مدام منى، مدام منى، انت السبب في شنكلتنا وربطتنا وساعدتنا. متشكره قوي، ارجوك تحضري حفله الخطوبه. طيب سيبي العنوان جوه. يلا يا حبيبتي. مدام منى، انا المعذبه بشبرا. افندم، انا المعذبه بشبرا. انا معذبه اكتر منك، وعذابي هيوصل اسكندريه بعد ساعتين عن اذنك. يا نسا يا اميره، حرام عليك، الفيلم هيتعطل. وبعدين بقى قول للمخرج انا بقالي 6 أشهر ما شفتش خطيبي، والنهارده هنتجوز. طب امضي لي هنا لحسن هيخربوا بيتي. لا صباح الخير. امال لما تبقي بطله هتعملي فينا ايه؟ اطمني، ان شاء الله الولاده هتكون طبيعيه. برضه هتسيبيني غصب عني؟ تبقى انت اللي بتعالجيها وتسيبي دكتوره تانيه تولتها؟ اسلام، جوزي ما شفتوش من 6 أشهر. ليه كفال الشر؟ متخاصمين؟ لا، اصله ظابط في البحريه. وبسلامته بيسيبك بال6 أشهر؟ عن اذنكم. اتفضلي يا حبيبتي. الله، تعرفوا ان غيبة الايام الطويلة بتجدد المشاعر؟ انا حاسة ان دي اول مرة بشوف فيها شريف. فعلا، كل اجازة اشوف فيها احمد بحس باحساس الليلة الاولى. امتى بقى ابقى زيكم واحس الاحاسيس الحلوة دي؟ انا طهقت بقى من السندوتشات. انا حالف اني اتجوز المرة دي، وانتوا حالفين تبقوا شهود، صح؟ بلاش تهور ابو سمرة واجل الجواز للمرة الجاية. المرة دي مفيش وقت، ليك علينا المرة الجاية نعمل لك حتة فرح ما حصلش. بس ما اقدرش المره اللي جايه، انا تعبان كده. طيب بلاش، مش هتجوز المره دي. يا حبيبي ابو سمره، انقذتنا ساعه. طول عمرك انسان وقلبك كبير. وفي حاجه كمان. ايه؟ مش هقضي الاجازه مع خطيبتي خالص. امال هتقضيها فين؟ هفضل قاعد في البيت. احسن. واطفي النور كويس، واولع الشمع صح، واغني واقول يا بختكم يا متجوزين. هتنق يعني؟ يبقى مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ننزل على المأذون عدل. ها، ايه رأيكم نقف نفطر؟ احسن انا من فرحتي ما فطرتش. قصدك من لهفتك. بس يا جماعه ما نتأخرش. ها؟ نازلين ماما؟ خدونا معاكم. اصل العربية بتاعتنا عادي، خدونا معاكم والنادي. اهلا اهلا، اتفضلوا. ايه اللي بتعملوه ده؟ مش عيب عليكم تركبوا عربيات ناس اغراب يا بنات؟ طب وفيها ايه يا نسا تفيد؟ فيها شرف الشركة وسمعتها. عربيتنا عطلت والناس بتساعدنا. كل دي يا نسا؟ المساعد ربنا، مش عربيات الناس. يا نسا تفيدة، خد المسألة ببساطة بقى. اللي اتأدب اللي اتأدب اللي اتأدب. في ايه؟ لا ابدا ولا حاجة، بلاش كده. We'll be right back.
حر. انتوا وقفتوا ليه؟ العربية عطلت. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ قول له. يلا. بصراحة بقى يا نسات، احنا بقالنا ست اشهر ما شفناش ستات. ايوه. فاهمين يعني ايه؟ لما عرفوا ان الاجازة بقت 24 ساعة بس، كانوا مستعجلين، لدرجة ان الكابتن احمد والكابتن سمير نسوا شنطهم. هي الاجازة بقت 24 ساعة بس؟ يعني مش هلحق اتجوز. اتفضلوا خد الشنطة. اتفضل. قبطان شريف، قبطان احمد، قبطان سمير. هنا؟ ايه ده؟ شريف فاخر عامل كده؟ ليه؟ هو احمد عامل هو كمان؟ ايوه يا ستي. بس على مستوى اقل. الحقوا تعالوا شوفوا مصيبتي ايه ده. صدقوا اللي قالوا. قالوا ايه؟ ان البحار له في كل مينا زوجه. هما راحوا كام مينا؟ 39. رمرمه اللي اتأدب. ايه؟ كان في كل جواب يقول لي صورتك دايما بتعزيني، هتاري عامل صوان بياخد فيه العزا ورايا. يلا. انا نجمه مصر المنتظره ابقى كومبارس في مملكه سمير. الاسم ضابط بحري والفعل شهريار بحري. اسمعوا، هو مش كل واحد فيهم عامل شهريار؟ يبقى احنا كل واحده فينا تعمل ايه؟ شهريار. نصوم نصوم ونفطر على حواديت. اللي صبرنا ست اشهر نصبر كمان ست اشهر. ونسيبهم يدخلوا 39 دنيا جديده؟ انا ما اقدرش اصبر ولا ثانية. انا شخصيا مش هسمح لنفسي ابدا اني ابقى زي اي واحده من دول. ومين اللي هتسمح؟ يمكن اميره. اميره رفضت مليون راجل عشان سمير، ولازم اعلمه يرفض الدنيا علشان. يبقى متفقين؟ متفقين. شريف ما يدقش الحب. احمد انا هربيه. كل اللي بينا انتهى يا سمير. يا حضرات، ده محل مأذون مش محل كسبرة. هاتوا العروسة انا اجوزها. بس حالا حالا استني العروسة. اتفضل. موجودة. اهلا منورين. شو حاجة؟ هناخد حلبة حافظة والناس. الو الو يا طنطا يا دمير. كتك نايبة. الحمد لله على السلامة يا جوز بنتي. يا طن اديني أميرة والنبي. أميرة؟ دي أميرة راحت لك اسكندرية عشان تستقبلك يا مدهوي. راحت فين؟ ايه راحت فين؟ تستقبلني؟ افتح الباب، افتح باب أميرة على الباب. باب ايه؟ باب ايه؟ باب المينا. مينة ايه يا أبو سمر؟ ده احنا هنا في مكتب الأستاذ. طب أعمل ايه دلوقتي؟ أنا مش عارف. تعال تعال نروح لها سوا. تروح لها فين؟ ما أنت تروح لها من هنا وهي تيجي من هنا. أنا عندي فكرة. أنت تستناها هنا، أول ما توصل كلمنا بالتليفون نجيلك على طول. يلا بينا. هتسيبوني لوحدي؟ سمير سمير يا حبيبي، انت كلك مفهوميه. منى مراتي حبيبتي مستنياني على نار، انا مش فاضيلك عن اذنكم. ما تسيبنيش انت، الله يخليك. لا ما انت عارف ده ليلى، ده انا بقالي ست اشهر. ده مره خالتي جت هي والعيال وقعدنا نعمل دوشه في قلب المتاهه، ولا حصل اي حاجه من هنا. ست اشهر ده انا هعمل تسيبوني انا لوحدي؟ طيب يا بختكم يا متجوزين. منى الله. منى منى فين يا ماما؟ ده انا ما عنديش وقت اضيعه. هو انت ما قابلتهاش؟ قابلها فين؟ دي راحت لك اسكندريه. راحت فين؟ تستقبلك يا شريف. تستقبل ايه وتهبب ايه؟ انا قلت لحد يستقبلني؟ انا جبت سيره استقبال؟ انا طلبت منها استقبال؟ استقبال ايه وهباب ايه يا ماما بس؟ مش كتر خيرها يا ابني اللي مشتقالك وملهوفه عليك. ده مش استقبال، ده وقت ضايع على الفاضي. الوقت ده كله انا كنت اولى بيه. ال 24 ساعة ماما، 24 ساعة. انت يا بت انت، غوري من وشي يا بت، غوري من وشي. الله، انت ما بتفهميش، غوري من وشي. ابعدي يا بت انت، احسن لك. ابعدي. هو جرى ايه يا شريف؟ هي البنت عملت لك حاجة؟ كنت هتزحلق. رجلي كانت هتيجي وكنت هروح في 60 داهية. اسمعي يا ماما، البنت دي لازم تغور من هنا. مش عايزها قدام خليتي كده. هتروح فين بس يا ابني؟ معرفش يا ماما، اديها اجازة. عارفة لو قعدت هتبعها، هقطعها، هاكلها اكل، هاكلها كده. اسمع. نعم. انت ايه؟ انت جاي
22 ازازه بيره و22 خصايه و22 لبش الجزر و22 راجل يشيلوا معايا. يخرب عقلك ده انت دمك زي النيل. انت بتهزر معايا ولا ايه؟ لا هم ولادك مش تحت. ولادي عندهم 1000 الوانزه و 1000 الوانزه؟ طب يلا وهجيب اللي اقدر اجيبه والباقي بعدين. المهم الحاجات دي تيجي قبل ما ده ما توصل، فاهم؟ يمكن ما توصلش، يمكن ما توصلش. انت هتدق؟ ما انا عارفك بواب قرك بكر. اتفضل امشي نجرب. نجرينا. قال ما تجيش ايه؟ احنا هنلعب لعب. خشب يا حبيبي خشب. اخص اخص يا ابو حنان، تغلبك غاده حسناء اول مره تحصل. قصدك تاني مره تحصل؟ احنا هننسى ولا ايه؟ انا اقدر انسى. انا يظهر عليا توكاش. ايه؟ هات الظهر. ايه ده؟ كمان بتلعبي بلادي فير؟ تقدر عليا؟ صلوا على النبي. انا هتجنن. ايه اللي اخرها لغايه كده؟ يا اخويا اهدى بالله، لغايه حجته معاه. حجيته معايا يا طنط، انت عارفه فاضل كام ساعة؟ ده انا وهو هيفضل واقف لنا كده. اجري اعمل لنا ايه؟ وانا اعمل لي قهوة سكر سادة. ما يلا هتقف لنا انا درجي. يلا بقى يا اخويا. حاضر. ادي يا اخويا. يا ولا الزحلومة يا ولا يا ولا. شفت الحب بيعمل ايه في الطاولة؟ أميرة مفيش تفاهم. مع السلامة. باي. ليلى مفيش حب. باي باي. باي. ألو. أيوه أحمد أنت بتعمل إيه؟ أنا بسخن. بستعد للنزول لأرض الملعب. أنت بتعمل إيه؟ يا شيخ بلا خيبة يا ابني، بلاش تضيع وقت وسخن احسن لك. اسخن ازاي بس وماما موجودة؟ اسمع ابو حميد، انا بفكر لما تيجي منى اجيبها واجيلكوا. تيجي فين يا سيد؟ اللي يجيبها ده انا هعمل عمايل. ازيك يا ماما، وحشتيني موت. عشت يا حبيبي يا حنين يا امير. الا بالحق يا ماما، انت اخر مره زرت فيها عطيات اختي كان امتى؟ والنبي يا ابني من زمن، بقالي يجي زياده عن شهرين. يا خبر يا ماما، شهرين؟ شهرين بحالهم؟ لا مالكيش حق. ما انا يا ابني بطمن عليها بالتليفون. ايوه ماما، بس التليفون حاجة وكونك تروحي لها وتقعدي معاها وتتمتع بقعدتك الحلوة حاجة تانية خالص. لازم تروحي لها يا ماما. حاضر يا ابني. طبعا هتروحي لها دلوقتي. لك عليا، أول ما تخلص أجازتك أروح أقعد معاها يومين. تخلص أجازتي؟ أيوة بس ليه يا ماما ليه؟ أنت مش خلاص اطمنتي عليا؟ واجب برضه تروحي تطمني عليها، مش بنتك؟ وهي الدنيا طارت يا ابني. يعني يا ماما بقى معقول اسيبك قبل ما اقعد معاك واشبع منك واتملى بيك؟ ما انا الحمد لله بخير اهو يا ماما يا حبيبتي. واذا كانت اختك وحشاك يا ضنايا نضرب لها تليفون تيجي تقعد معاك شويه. لا يا ماما لا، دي بتعمل ايه بس؟ انا بقول يعني عيب برضه ما يصحش تسيب عيالها وجوزها وتيجي تقعد معانا، ده حتى جوزها يزعل. ثم انا جايب لها شويه حاجات لازم تاخدهم، ده من ايطاليا وده من فرنسا وده من اليابان، وجايب لها شويه بخور من الهند. ايه كل ده يا ابني؟ اهو طبعا. امال مراتك جايب لها ايه؟ مراتي اصل حاجه مراتي جايه في المركب اللي ورانا. انا بقول تروح تدي دول عطيات اختي احسن بعدين تزعل تقول اخويا جاي بايده فاضيه. يا ضنايا يا شيرين طول عمرك حنين وامين. طبعا يا ماما مش والنبي حاجه تستاهل المشوار. سلمي لي عليها قوي يا ماما والنبي. مع الف سلامه، مع الف سلامه. الو ليلى؟ مين؟ شريف؟ لا انا مش احمد يا شريف، انا الشغاله الجديده. ايوه يا اخوي. بتقول ايه؟ الازمه انتهت يا ابو حميد وماما خارجه.
شريف. ايوه ماما. سبتك بخير يا ابني. مع الف سلامه يا ماما. انت بقى مش هتزور اختك؟ اه طبعا امال لازم ازورها، اول ما تيجي منى اجيبها واجي لكم على طول. طيب. خلاص خلاص يا احمد هسخن. يخص عليك مراهق. ده انا حامل عمايل. أميرة. إيه ده أميرة؟ أميرة الحمد لله على السلامة يا أميرة. شايفين؟ شايفين؟ أميرة الفنانة إدت لأميرة الإنسانة بومبا وخلتها تضحي بأحلى ساعات عمرها وتسيب جوزها وتيجي الفنان. وعشان كده لازم نزفها. الأجهزة المعنية تستعد للزفة. يا سلام، ده انت سكتك ودنيتك حلوة حلاوة. الله يخليك. عصير. ايه؟ الو؟ مين؟ انت فين يا أميرة؟ أنا في استوديو، أنا جاي حالا. اوعى تتحركي. يلا يا مولانا. يا ابني اتقل، ده بتقولي صنعة. صنعة مين يا نينا؟ أنا تعبان. ايه اللي حصل؟ ايه حصل ايه؟ ها ايه يا ابني؟ تعالى بس. انت اتفرعت كده ليه يا حبيبي؟ ايه حريقه؟ حصلت حريقه؟ ايه ده؟ ايه لا حول ولا قوه الا بالله. انت اللي كنت السبب في اكتمال سعادتي. لولا نصيحتك كان زماني انا في وادي وامال في وادي تاني. متشكره قوي والف مبروك. انت اللي علمتينا ان الاصرار يوصل لنجاح. عشان كده قررنا انا وامال ان فرحنا يكون على ايديك. بس والنبي والنبي ما ترفضي. انا ما عنديش مانع بس على شرط. شروطي؟ فرحكم يتم في بيتي. بيتك؟ ده هتبقى زيطه وزنبليطه. ده احنا عازمين ناس يامه وهنرقص جرك. انت مش قلت جرك برضه؟ ما يهمكوش، انا اصلي لوحدي في البيت ومن زمان ما عيطتش. ده انتوا هتعملوا لي حته خدمه. هي امال موافقه؟ انا ما اقدرش ارفض لك طبعا. العنوان اهو، هستناكم بعد ساعه. ها هنرقص جرب وهزموا اللي انتوا عايزينه كده. او النبي. باي باي. افندم. انا المعذبه بشبر، مش فاكراني؟ اي خدمه؟ جوزي. اتفضلي. ميرسي. ايه الموضوع؟ بيقضي معايا في اليوم الواحد 24 ساعه، ما بيفارقنيش لحظه. من يوم ما اتجوزنا ما بعدناش عن بعض ثانية. ملوش أصحاب؟ قرايب؟ دايما يقول لي أنت أصحابي، أنت قرايبي، أنت أهلي. ما بيخرجكيش؟ ما بيفسحكيش؟ دايما يقول لي اللي بيحبوا بعض يا حبيبتي حرام يضيعوا دقيقة واحدة بعيد عن بعض، ولازم يفضلوا بعيد عن عيون الناس. يا سلام. أنا طهقت، طهقت من قعدتي جنبه في البيت. ما فيش طريقة تبعدوا عني شوية؟ هي روحي فين؟ ايه والنبي الحقيني. تنصحيه يشتغل ضابط بحري. ريك ريك ريك. يا حبيبتي يا منى وحشتيني، وحشتيني قوي. في صحتك يا حبيبتي، في صحة الست اشهر اللي قضيتهم بعيد عنك وانا بتعذب. منى! الو منى، انا عارف انك منى، قلبي كان حاسس انك انت يا حبيبتي. انت فين؟ في المجله؟ مجله ايه ده وقته؟ سيب المجله انزلي حالا. تعالي لي تعالي لي، انا قاعده على نار مستنيك في عرضك، في عرضك اوام. حبيبتي يا منى دلوقتي تيجي تضرب الجرس اروح انا كده بكل تقل افتح الباب. منى لو قابلتها كده تقول لي ارجع تاني. تضرب الجرس اجري افتح الباب اخدها في حضني. منى منى حبيبتي يا حبيبتي وحشتيني، وحشتيني قوي. اوه
كرالك ايه مات يلا بقى ليلى بقول لك ايه كفايه كده بقى النهارده انا هريح شويه وابقي صحيني بعد الساعه ولا اقول لك نص الساعه كفايه ايوه هو انا معقول انام انا هفضل صاحي مش هنام مستحيل انام هو انا بتاع نوم ليلى ليلى الله ليلى 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 مستشفى العروبة؟ أيوة ليلى ليلى تعالي اسمعي تعالي بقولك ايه يا تلحقيني يا ما تلحقينيش أنا بتاعي الأسود آسف على رجلك قصدي على إيدك أنت اتفضل يا أستاذ اتفضل أيوة يا سيدي مدام سعاد حسني توصل بعد 10 دقايق السلام عليكم سلام ورحمة الله أين العروس؟ عروس مين؟ الأنسة أميرة الفنانة بتصور فين؟ في شوارع القاهرة أنا حي في شوارع القاهرة الله عارف فين شوارع القاهرة يا أستاذ؟ شوارع القاهرة ما أنا ساكن في الشارع اللي وراها ورايا شوارع القاهرة يا مفترين اطلع يا على فين؟ شوارع القاهرة ما احنا في شوارع القاهرة ده احنا يبقى وصلنا متشكرين يا مولانا اطلع يا اسطى قلنا على فين؟ مالكش دعوة اطلع وبس مفيش وقت اشوفك ست اشهر بفكر في كلمه ومش لاقيها منى حبيبتي هقول لك ايه يا حبيبتي ازيك دي كلمه هايفه وحشاني دي كلمه صغيره بحبك كلمه اليومين دول ملهاش اي مفعول ما بقالهاش اي معنى خالص شفتي حتى انت مش لاقيه كلمه تقوليها لي زي ما انت شايف يا حبيبتي يا منى يا حبيبتي هي لغه واحده بس العالم كله بيعرفها هي اللغه اللي بتوصل المشاعر الحقيقيه وانت بقيت خبير فيها الشوق واللهفه يا حبيبتي اعملوا اكتر من كده الشوق واللهفه ولا المواني المواني ما تفكرنيش بالمواني اللي انا اتصرفت تصرف مش عارف بقى اذا كان صح ولا غلط احكي لي احكي لي هقول لي يا حبيبي اخر مينا كانت ايه نابولي في ايطاليا صوفيا لورين يا شيخه صوفيا لورين يا حبيبتي واللي بعدها يا روحي مارسيليا في باريس ترشيد برضو يا روح قلبي منى غصب عني انا اسف ما كانش في قدامي حل تاني صح منى انت اقدر عليكي اوعدك ان هعوض لك كل الحاجات دي تعوض لي ايه بقى منى اصل الحقيقه انا اضطريت الهدايا اللي جايبها لك من ايطاليا وفرنسا ابعتها لاختي مع ماما هديت ايه كان لازم اعمل كده عشان اقدر اوضب لك الجو الشعري ده وعشان انا وانتي نبقى لوحدنا في البيت انا هديتي خدتها خلاص يا حبيبي يا حبيبتي يا روحي يا سلام كانت دايما تعزيني في وحدتي لكن دلوقتي خلاص لقيت الاصل لقيت روحي لقيت حياتي لقيت اللي مش ممكن الاقيه في اي مينا في الدنيا تعالي تعالي يا حبيبتي
تعالي، ده انا بقالي ست اشهر ما شفتكيش. اشهر؟ منى. تعالي. لا. يا بحب. لا. عشان خاطري. تعالي. هكسرك. من خلال. طيب. هقطعك. حتت حتت. وهرميكي للقطط. القطط القطط. ترميني للقطط؟ اه. منى. قطعني قطتي، قطع انا احب الطقطي، قطعني قطتي، قطع انا احب الطقطي، قطعني واهياني، قطعني واهياني بملامحي وتقطيعي من احلى القطع قطتي، رجلي وايدي وجدودي وعيني يا ما شاف من تلوي ورميتهم ونسيتهم عشرات الاسئله اسابيع قطعني فقطي قطع انا احب التقطيع قطعني واهياني بملامحي وتقطيعي من احلى القطع قطتي. ليه كده ليه؟ قصدك ايه؟ اصلها دي مش اول مره اسمع عنك اخبار سره، واغضب منك واعرف انك، واغضب منك واعرف انك زي القرعه تمد البره. ما تشكيش ابدا فيا، ما تحاوليش تسرحي بيا، ليه كده ليه؟ تقصدي ايه؟ قصدي اقول لك حتى يا بطة اطحن بالبل دوق الشطة، قصدي اقول لك حتى يا بطة اطحن بالبل دوق الشطة، شد الحافة عند كتافك احسن تبرد نام وتغطى. انا هتجنن علشان خاطري. لا 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 قلنا يا حنن. بطلي عندي وطوعيني علشانك مش علشاني، احسن بعدين تلاقيني احلف ما انا راجع تاني. وانا اقدر يا حبيبي؟ مش ممكن. يا جرس الباب. الله يخرب بيتك، يا ريتني خلعتك ورميتك. وده وقته بس. ايه يا فندم؟ احنا جينا. حضرتك عايز ايه؟ عايز هنا. لازم حضرتك غلطان في الشقه. مع السلامه. لا 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 خليهم اتفضلوا. اتفضلوا. الله ايه ده؟ النهارده طب ياجلوه بكره. ايه كده التكليف ده يا مدام؟ ليه الشمبانيا اللي انت جايباها على الترابيزه والحاجات دي والشمع؟ احنا ما كناش عايزين نكلفك، احنا جايبين حاجتنا كلها معانا معانا معانا. العريس. اهلا وسهلا. مدام منى كلها ذوق وكرم وحنيه. ميرسي قوي. يا نهار اسود.
الملكيه وكان من غير نواب. منى 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 يا بنتي اعمل ايه يا حبيبتي تهتي مني؟ طب يلا حبيبي مش غير هدومك انت كده وتمنيني. طب تعالي غيريني. لا حبيبي بقول لك ايه هيقعدوا كتير؟ ولا اكيد صغيره ومش بعدين يا سيدي هفضل الف طول النهار عشان جوازه واحده؟ اسمع بقى انا عايز اتكلم معاك بصراحه. انت بتعمل كام جوازه في اليوم؟ ليه؟ هدفع لك ثمنهم وتريحني. كده خمسه بذمتك؟ لا القسم حرام. حاسب يا اسطى. ايه؟ هريحك. صباح الخير يا مخرج. زيادتك مش مصري. زيادتك لازم هندي. هي فين؟ ده انا رحت عندكم كتير قوي. هما بيقولوا اللهم صل على النبي. باشكا يا شاو اسمعوا بوشكا يا هيا بيا جم 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 هدغم. انت عايز ايه بالظبط؟ انا عايز اميره. أميرة مين؟ أميرة الممثلة خطيبتي. معرفهاش. مش سيادتك مخرج في السيما؟ يا ابني أنا بصور جزم اللعيبة. دعاية المحل. عايز جزمة؟ لا أنا كنت عايز أميرة. لعبوا. ما تلعبوش. مالها وردة يا عم عبدو؟ مش وردة وبس يا ست هانم. دول العيال الأربعة يا ست هانم. شوطة وجت في العمارة كلها. ربنا يكفيك شرها. اسمع يا عم عبدو. نعم. فوت على كل الشقق، أي حد تعبان يجيلي. دي العمارة 45 شقة ستان. حالة إنسانية يا أخي. والكشف النهاردة مجانا، ها؟ ربنا يحرملاش منك يا ستان. يلا يا ولاد. يلا. اتفضل يا عم عبدو، دخل العيال. ليلى؟ ليلى. أيوة ليلى. ليلى؟ ليلى ده احنا هنعمل عمايل. ايه؟ ايه ده؟ احنا مش متفقين نحدد النسل؟ دول ولاد البواب عيانين وجايباهم عشان اشوفهم. اتفضل اغلي لي الحقنه دي بسرعه. خلاص خد. خلاص ايه؟ غلي. امسك الحي. نار نار نار. اعصابي نار. امسك الحقنه امسك العلبه احسن حاجه. وبعدين بقى بقول لك اغليها على البوتاجاز عشان ادي الولاد الحقن. الدكتوره ليلى عندها النهارده الكشف بلاش، اذا كان عندكم حد عيان يجي. انت متاكد؟ ايوه متاكد. يا صفيه ورايا. نعم. الدكتوره ليلى عندها النهارده الكشف بلاش. قالت لك انده العازب اللي فوق انا شخصيا. لا عشان سكان العماره كلهم. مغفل. امشي. مشينا. ده عشان عايزه تتعرف عليا انا. يلا روحوا بقى تناموا لمده 3 ايام ومحدش يجي هنا خالص بعد كده. ليلى مراتي حبيبتي قلبي عينيا كبدي. وبعدين بقى ما تخلي شويه يا احمد الله. اخلي. انا اخلي هو انا هخلي حاجه؟ و39 يا احمد بيه. يا ريتهم كانوا 39، دول 24 مفيش غيرهم. وكمان بتقول 24؟ شفت اتخضيت ازاي؟ امال انا اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ الله يكون في عونك. لا ولا يهمك.
انا اداه وقدود. لسه قدامي 12 ونص. نص؟ اه قصدك اللي عامل كده. ماشي. ليلى؟ لا ما تسيبنيش لوحدي بقى. ليلى! قولي لهم عزلوا. ايه يا معلم؟ مفيش؟ مفيش ازاي يا ست هانم؟ دي الناس تفصح حتى في العيا. اتفضلي. نهارك سعيد يا مدام. اهلا. ميرسي مدام. اتفضلوا. اهلا ويا مدام. العفو اتفضلوا. رأسي دكتورة. شكرا. العفو اتفضلوا. اتفضل يا استاذ. انت مش عيان؟ ليلى! ايوه يا احمد. في ايه؟ مين دول؟ دول جيراني وعيانين وجايين عليكم. طب اسمع. سلمتها مو حسن. خير، وقفت ليه؟ اتفضلوا انزلوا. يلا خدوا تاكسي تاني. تاكسي تاني؟ ليه؟ هو ده خلص؟ انا خلصت. ايوه خلصت. عايز الحساب. الحساب؟ الحساب يوم الحساب. يا استاذ انا تعبان ومش عارف اتلم على اعصابي. طب استريح انت واسوق انا. العداد 5 جنيه و50 قرش. قلتوا ايه؟ حاضر. اتفضل. يا استاذ شوف لي معاك 5 جنيه. نعم. 5 جنيه سلف. ولما نكتب الكتاب نبقى نتحاسب. والله بقيت بنك التسليف. اتفضل. الشوارع القاهرة قال ربنا يشفي. ده كل بإيه ده؟ رزق. بس تعرف الله هيوحشنا. بقول ايه؟ حسابي انا عشان ما اروح. تروح فين؟ استنى ما نركب تاكسي تاني. ها؟ تركب لوري؟ انا اركب اي حاجة بس خلصني. لوري! ممكن من النبي يا اسطى تاخدنا معاك؟ يا مرحب. اتفضل يا استاذ. الو. ممكن برضه. اتفضل. السلام عليكم. والبيف اسمي ايه؟ انا بحار. يعني مش بوليس؟ لا. طب حس كده بقى. مساء الخير. طب وربنا انا افتكرت حضرتك منتهى ولا مؤاخذه. ده المأذون بتاعي. كده؟ جود ايفنينج. جود ايفنينج. يا محاسن الصدف. طب وربنا انا دايخ طول النهار وعمال ادور على مأذون. ليه؟ خير يا اسطى؟ اصلي انا نويت غير مقاطعه ان شاء الله كده اتوكل على الله. تتجوز؟ لا اطلق. حسبي الله ونعم الوكيل. انا خلاص تقول في الحاله دي لابد من الاصلاح. اصلاح يا استاذ وتكسير يا استاذ. ده المأذون بتاعي وانا حاجزه من الاول. ايه حاجزه دي؟ اتوبيس. طب تراهني ان انا هطلع النهارده؟ طب تراهني انت ان شاء الله هتتصلح. هتتصلح. طب تراهنوني بقى ان انا مش هتجوز النهارده. مراتي
ممكن افوت والله. لا ممكن. اهو كده اهو. اهلا وسهلا، انتم منورين. ايه ده احنا في اتوبيس. لا مؤاخذة يا كابتن، لا مؤاخذة. منى راح فين يا استاذ؟ مفيش فتحه فوق. برقص يا سيدي برقص، مفيش حته فاضيه، ما انت شايف المولد. كلامه كله لهفه، نظراته كلها زي اللي عمره ما اتجوز قبل كده. حبيبي يا احمد، حبيبي يا حبيبي. هو انت وصلت للحاله دي؟ زي ما انت ما تتحركيش، ها؟ ما تتحركيش عشان يعني، وبعدين ربنا هيكرمنا ان شاء الله. بس هي ثانيه واحده يعني، عشان في الباب راح في زي ما انت واقف هنا. افرض انا بعمل يعني في يا جماعه الدكتوره ماتت. مش معقول، مش معقول. لا مش ماتت يعني، تعبانه شويه مش هتقدر تتحرك، عايزه دكتور. يلا روحوا مدام امليه، انت روح مدام امليه.
روخ ما دام يا ميلي انت تروخ. روخوا كله روخ. دكتورة ذكية جدا. لما اقول لكم ماتت تبقى اسمها خلاص. انت ايه اللي جابك؟ لا ما هو كان شوية صداع وراح. اللي عليه الدور يتفضل. امال بتقول ماتت ازاي يا استاذ؟ بقى ده كلام بقى تكدبنا انا والسادة واحدة ست. يلا روخوا كله روخ. تسمع؟ نعم. قول لها انا جيت. فين الست هانم بتاعتك؟ ده انا العازب اللي فوق. ايوه بس دي دكتورة امراض نساء. مش شغلك بس خش قول لها. اه عرفت لازم حضرتك حامل. ايه حامل يعني؟ لا انا مفيش حاجه يعني ومعدتي سليمه. والنبي احنا مش ناقصين لك انت كمان. اسمع انا بذلت مجهود كبير علشان اقنع نفسي علشان اجي وسط الجماهير دي. وإذا ما قلت لهاش أنا همشي. امشي امشي نحسن ألطم ولم عليك الحتة كلها. امشي. مسكين أصلك مش عارف. شايفه الناس اللي ما بتضيعش وقتها؟ ايه بتحبش؟ هتعمل ايه في مصر؟ اوعى ايه اللي بتعمله بره ده؟ انت بتساليني انا؟ اما اسال مين؟ اسالي الست اشهر. ست اشهر وانا محبوس جوا حبك وكان اللي مصبرني الامل. الامل في منى اللي كنت فاكر اني هلمس الحب يوم ما المسها. وجت الاجازه ويا ريتها ما جت. ضاع الامل وضاعت منى وضاعت الاجازه. شريف يا حبيبي انا عمري ما ضيعت منك. بس انت ما تتكلميش ما تتكلميش خالص. خليكي ساكته. خليني ابصلك. انا بحب ابصلك وانت كده. عن إذنك عن إذنك بقول إيه؟ مش تيجي نكمل الحديثة؟ وهون عندك شهر غير الصباح. كوكو 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 إيه بس كوكو كوكو ليه؟ خد يا واربط لها رجلها كويس. نبي لو سمحت عشان بس الست عايزة تقعد. قوم. أنا؟ أيوه أنت أمال أمي. قوم اقعدي. اتفضلي يا هاني. ايه ده يعني؟
اضغط على الركبه كويس. بلاش عشان انا مش في يعني تعبان بقالي 16. عشان البحر شد مش قوي يعني كده. شدوا افتح افتحوا الشباك افتحوا لي الشباك. تمرجي ممرض ممرض. انا عارف انك تعبان والزحمه دي قرفاك قوي قوي يا اخي. تحب اخلصك من الزحمه دي؟ ايد على كتفك. خش قول لها انا وصلت. وبعدين هتوزع الناس دي كلها. يا سلام. وهتروح انت كمان. وانت اخش انا اكشف. انا اروح وانت تخش تكشف. اكشف. انت محتاج حقنه شرجيه واسبوع راحه في السجن. اصلك ما تعرفش هم عاملين الزحمه دي كلها علشان اقدر اخش الشقه في غياب جوزها البحار. ايه يا واد الحلاوه دي؟ ايه ده؟ ده انا جوزها البحار. جوزها؟ ايوه. يا عبدو طلع الاسانسير ونزل العفش. انا معزل. سلام. مع السلامة. عايزين نبقى نشوفك برضه. خلاص بقى يا سماح والنبي وهتبقى اخر نوبه. لا ممكن. يلا يا استاذ خلصنا. يا جماعه خلصوني يا تتجوزوا يا تتطلقوا. شايف دي يا اسطى؟ ابعديها من قدامي احسن اضعف. يا اسطى الست تعقلت. طب انت ايه رايك؟ خلاص نتعقل. بس على شرط. يبطل ضرب. احنا هنرجع تاني. ضرب. حد يضرب الغزال المتشرد ده اهو. ها ضرب للحيوان. حيوان دي ايه؟ ده يسالك على الوحشيه. خلاص نبطل وحشيه. هو انا هكون خدامتك؟ يا اخوانا انا في ارضكم احنا بقينا ليل. يا سيدي انتوا تخلوكم معانا الليله دي والصباح رباح نبقى ندور سوا. مش ممكن يا اسطى. ما يصحش انتوا في بيت راجل. انا طب عليا اطلعوا في التلفزيون. ما انتوا قاعدين مش كده؟ يلا بينا. استناك انا هنا. يا نهار ابيض لا مؤاخذة يا استاذ. اتفضل معايا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. مش واجب اروح اوصلهم برضه؟ ايه توصلهم وتسيب البطة اللي انا محمرها لك. هي البطة محمرة لي بطة. ستوب. اميرة اميرة مش معقول يا اميرة. انا عايز كل مشاعرك كل احساساتك كل ذرة في جسمك بتقول انما لسانك لسانك هو اللي بيقول لا. ممكن تديني ده يا أميرة؟ حاضر يا أستاذ. من فضلك اديني ده. حاجة. مش معقول أقعد 6 سنين آخرك في فيلم واحد يا أميرة. الأجهزة والقطاعات المعنية تستعد. هنبدأ في العمل. بارتيه. والآن نشتغل. والنبي يا أميرة الفنانة فين؟ جوه الصور. الصور. يا حبيبتي يا أميرة. بالراحة يا أستاذ بالراحة. أنا اتكلمت يا واخيرا بعد البحث وبعد الجري شمال ويمين من روما لنابولي الباب اللؤلي بكين. ستوب. زفت باب وحش وحش وحش. ايه يا استاذ اللي انت بتعمله ده؟ انا بقالي 9 سنين بخرج في الفيلم ما اقدرش اقعد اكتر من كده. خد بالك انا هعملها ازاي. ديالوج. خلاص افتكرت. واخيرا بعد البحث وبعد الجري شمال ويمين من روما الباب الخلق لنابولي الباب اللولي بكين. عرفت ازاي؟ الاجهزه المعنيه تستعد للعمل. كلاكيت مصور مساعد والبارتيه عشان انا تعبت خالص. بارتيه 37,001 اول مره. واخيرا واخيرا. ايه ده يا استاذ؟ واخيرا بعد البحث وبعد الجري شمال ويمين من روما الباب الخلق لنابولي الباب اللؤلي بكين. ما
من لندن للطرافة لطوكيو من شبرا البرلين أصاب الناس يشوفوني يقولوا يا عيني على العجين وأخيرا شفتك وأخيرا من بعد ما دورت كثيرا أخيرا شفتك وأخيرا من بعد ما دورت كثيرا وأخيرا Amira! Amira! Amira!
فين يا ناس؟ أميرة. عن إذنك. اللهم ألهمه الصواب وألهمني الصبر يا رب. نعم، عايز إيه؟ عايز إيه؟ إيه اللي أنت عملتيه ده؟ أمال عايز نعمل إيه؟ عايز أقول لهم إن اللي بيتمناه الملايين واحد رفضها؟ ميرة، أنا رفضتك يا مرمر. أوعى كده، يا ريتك كنت رفضتني. كان يبقى أهون عليا من إنك تضمني للمجموعة. مجموعة إيه؟ زوجاتك يا كابتن. زوجاتي؟ آه، التسعة وتلاتين. أنت بتقولي إيه؟ أنا اللي عايز أعرفه، إزاي هطلع لهم بطاقة تموين؟ تموين؟ أنا في حد عامل لي عمل. إيه حكاية التموين ده؟ أوعى. الصور، الصور اللي على مكتبك، وكمان حضرتك مش مكسوف وحاططهم كده عيني عينك. صور؟ الصور! بقى الحكاية كده. الحمد لله. إذا في هذه الحالة أنا ممكن أتهمك بالخيانة. مع مين؟ مع عمر الشريف. عمر الشريف؟ ليه؟ عمر الشريف ممثل عالمي وله في كل بيت صورة. والصور اللي شفتيها دي روح قلبي نمني عيني من جوه، صور عالمية. كل مجلات العالم بتنشرها. إشمعنى يعني صور الستات؟ ها؟ أميرة حرام عليك يا أميرة. أنا بقالي 6 أشهر آكل مع رجالة، أضحك مع رجالة، أهزر مع رجالة، ألعب مع رجالة، رجالة لما اتهريت رجالة. يا سلام، وصورتي مش كفاية؟ لا مش كفاية. يعني لازم تبقى جنبها 100 صورة؟ وألف صورة. لأن صورة حبيبتي في وسطيهم معناها إن حبيبتي أجمل من أي ست في الدنيا. يعني البحار ملوش في كل مينا زوجة؟ ده البحار الخايب، البحار اللي ما يعرفش معنى الحب. يعني أنت بتحب؟ أنا لا. أمال أنت إيه؟ أنا متدهول. يا حبيبي يا متدهول. حبيبتي يا أميرة. إيه؟ هتعملي إيه في اللي اتجوزتيه النهاردة الصبح ده؟ بسيطة أوي، تروح أنت تقابله وتقنعه. أقنعه؟ ده أنا أقنع أبوه، بس فين هو المغفل ده؟ في المراية. في المراية ده؟ ده أنا. أميرة، يعني أنا الزوج الأول والأخير يا سمير. يا روح قلبي، استنى ما تتحركيش، أنا هنده للأستاذ يكتب الكتاب النهارده. يلا قوام اندهله بسرعة. مش ممكن. في إيه تاني؟ حالفين على المصحف إن أحمد وشريف يبقوا شهود. خلاص، تروح أنت تجيبهم، أكون أنا خلصت شغلي وأكلم ماما تحصل. ثانية واحدة، مسافة السكة. إيه ده؟ ده ربط كلام. وده عربون. ده مؤخر. وده أميرة. اللي جاي ده بقى تصبيرة. سمير. أنت كده هتتجوزني بالنقط. لا يا روحي، أنا أحسن دلوقتي. أنا برضه بقول كده. أنا مش تعبان. وشرفك ليلتنا هتبقى تجنن. ايه اللي بتعمله ده؟ ايه؟ ضيوفنا ولازم اجاملهم. ليه شيء؟
ما انت يا حبيبتي سايباني من الصبح. طب ايه؟ بحبك بعبدك. ما تزعقش. مش بزعق منى. نعم. ولا حاجة. خليكي كده يا حبيبتي، خليكي كده في حضني. الله يا سلام. حلو قوي الرقص البطيء ده. ولا حاجة ولا حاجة حبيبي ولا حاجة. ايه اللي بتعمليه معايا؟ أنا عايز أفهم ايه اللي بتعمليه معايا. ايه اللي عملتيه ده؟ مش وقت يا أخي مش وقت. طب تعالي بس عايزك. ايه؟ عايزك بس خمس دقايق. لا والنبي والنبي اوعى. سلام. يا خرابي، هما بيوزعوا فراخ هنا ولا ايه؟ حمدي، شايف المفاجأة اللي عاملاها لنا مدام منى؟ مفاجأة؟ مفاجأة ايه؟ المأذون. ايه؟ المأذون. المأذون؟ أهلا يا سمير. أهلا بينا. أنا جاهز. يلا. جاهز إيه ده؟ أنا لسه ما إيه. يلا بينا. النهارده الخميس والجواز على ودنه الأستاذ. أنا سرقه يا استاذ. انا ناقصك. اهلا. ده انا فاكر. انت مش عايز بقى. انا مش عايز. اه لا ده انا هعرفك. لا انت كنت عايز ولا مش عايز. شريف احنا حالفين على المصحف ان لا يمكن اتجوز الا انت واحمد شهودي. متشكرين متشكرين يا مدام على المفاجاه دي. ايه الشيء ده؟ ده العريس. امال انت مين؟ انا عارف. ما دام الاستاذ موجود يبقى خير البر عاجل. عاجله ايه يا استاذ؟ انا حاجز الراجل. انا واخد منه عربون 5 جنيه. نعم. ايه اللي بتهببوه ده؟ انا ماليش راي في الجرم ده ولا ايه؟ ورايك يا استاذ انت هتيجي معايا مش كده؟ اهدى اهدى يا كابتن اهدى. الميه ما تفوتش على العطشان. ولا تفوت يا ست. يلا يا امان اتفضل يا سيدنا الشيخ. ها؟ ما تسيبنيش يا سيدي. يا جماعه الفرحه بقت فرحتين. كسب الكتاب دلوقتي. الميه ما تفوتش على العطشان. انا مش عطشان يا شريف. انا تعبان. يعني انا اللي مش تعبان؟ منى ارجوكي عشان خاطري ليا عندك طلب واحد بس. تمسكي فيهم يقعدوا لغايه ما نشوف عيالهم. من عينيا يا روحي. سليمه 100% مش كده؟ انت تحمدي ربنا انك جيتي النهارده. ليه؟ القلب شهر ونص ما تتحركيش من السرير. يا خرابي. وتعملي تحليل دم ورسم قلب باسرع ما يمكن. آه. يا خرابي. ست احلام قومي يا اختي انت بخير. قومي عندنا مصيبه. قومي. خير ويجي منين الخير؟ انا عارف كل اللي عملته فيا وطوله خير. طلع النبي. آه.
يلا. امال لو كنت بكسب في فلوس كنت عملته فيا ايه؟ اسندها يا احمد اسندها. اهو تعالي يا تعالي معايا معايا معايا. احمد بقول لك ايه؟ بتروح انت تحللي لها لغايه ما نسلي بعض بالصلاه على النبي. انا تعبانه انا عيانه هموت. تعالى كده اتكلمي عليا يا مدام. يا عم عبدو تعالى وصل المدام لشقتك. عيانه يا رب بني ادم ما فيش لسان دي تقيله قوي. خلاص بقى انت تعبت قوي النهارده كفاك. انت راجع من سفر طويل ومحتاج حاجه تريحك. اخيرا. ايه والحاجه دي لازم تحصل حالا يا حبيبي. فعلا لازم تحصل حالا حالا يا حبيبي حالا. يا حبيبتي ايه رايح فين؟ احضر لك الحمام. الحمام ده ايه؟ خلي الحمام بعدين. نعم الناس بره. اعقل يا احمد اعقل. اعقل ايه؟ وانا بقى فيه عقل ده؟ انا خلاص نص اتجنن والنص التاني بيشاور عقله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله بقى بعد ما غيب 6 اشهر تجيبي لي عيانين. عيانين ايه؟ هو انا بتاع عيانين؟ اعقل يا احمد اعقل يا احمد. تعالي بقى امال. يا احمد سيبك منهم. اللي بينا وانا طالع على السلم سري انا فيا قال حاجه؟ سرك؟ والله دي مسائل عاليه انا لا اتدخل فيها. امال النحس اللي راكبنا ده سببه ايه؟ ايه ده؟ هو انت كمان؟ اه ما ابدا بلا والله وحياة ربنا احنا معمول لنا عمل يا استاذ. يا جماعه ارجوكوا اميره مستنياني على نار. احمد ابوس ايدك انا في عرضك. يلا حاضر انا جاي انا جاي. هتعمل شاهد؟ ايوه هعمل شاهد وابقى خلي الطب ينفعك. يلا 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 سيد. يا عم تعمليها يا اميره هو ده قبل الاتفاق. الو سجل الاهرام من فضلك اديني اميره. ايه بتتكلم؟ طب انا عايزاها في حاجه خطيره دخلني على الخط معاها. اسمعيني بس. تليفون على شركة. ايوه دي عامله تعمليها يا اميره؟ احنا مش كنا متفقين؟ احنا مش كنا اتفقنا؟ مش كان على الاقل تدينا خبر؟ انا عايز اعرف ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ كنا ماشيين كويس والخطه كانت ناجحه 100% ومحدش فينا يرجع في كلامه. ايه الفرق بيننا وبين الستات التانيه؟ دلوقتي جوازنا هيقولوا اشمعنى اميره؟ ومش هنقدر نفتح بس ارجوكوا تسمعوني. انا شفت الباسبور بتاع سمير. تعرفوا ان بقالهم 6 اشهر ما نزلوش من على ظهر الباخره؟ 6 اشهر ما تكلموش ولا تعاملوا مع اي شيء مؤنث. كل حاجه في حياتهم كانت ذكر في ذكر. يا حبيبي يا احمد. يا حبيبي يا شريف. قضيتي كل ده كان كفايه عشان يبقى في قلبنا رحمه ونعوض لهم حرمان 6 اشهر. انا شخصيا لو كنت اتجوز سمير مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين كنت اتجوزته عشان اعوضه اللي فات. مش كده يا منى؟ قلتي يا ليل. الو 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 يا حبيبي يا شريف. انا اسفه يا حبيبي انا غلطت في حقك لكن اوعدك اني هصلح غلطتي. كان الفستان اللي بيحبه. ستوب عظيم اكسلنت. المازون جاهز؟ جاهز يا فندم. استعجلوا بسرعه. حاضر يا فندم. اصيله هانم
ازيك يا أصيلة هانم؟ وحشتيني يا سي محمود. فاكرة يا أصيلة هانم؟ فاكرة يا سي محمود؟ فاكرة لما سمير كان مستني عروسته واحنا بنلعب طاولة خشب يا حبيبي خشب؟ هتروحي مني فين؟ تحدي؟ انت مش قدي. انت المأذون؟ ايوه. لا انت ما تنفعش خالص. انا عايز مأذون مودرن. نعم مأذون خواجة يعني؟ يا استاذ ده اصل مودرن. فضلك استنى خالص اجري غوري. الله يلعنك. الله يعينك كفرة. يخيبك مخرج من دون المخرجين. ده سي محمود اللي هيكتب كتاب اميرة. سي محمود يا سي محمود. متأسف قوي يا عم محمود. احنا ظلمناكم. عشان كده بقى ليلى قلبتها مستشفى. ست منى بقى قلبتها لي صالة افراح. السلام عليكم. استنى على فين؟ اهو برضه انقذ ما يمكن انقاذه. انا بس الحق اي حاجه قبل الاجازه ما تخلص. طب ثواني بس اشوف الاستاذ محمود. محمود عشان نلدع كاتب الكتاب. ما تغيبش. اغيب بسرعه بسرعه. ده محمود. مش محمود. اتفضل. حاضر يا استاذ. استاذ محمود. انت يا جدع انت تعالى هنا. هي اسمية ولا ايه؟ انت كل شويه هتقعد تنط لي هنا؟ عايز ايه؟ الاستاذ محمود المأذون. سيادتك شفته؟ شفته. تصور افتكرت المأذون بتاعنا شدته من دقنه. دي حلوه. مشي مشي. مشي المأذون. ده انا هوديك في داهيه. لا 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 نازل ايدك. انت مش كامل اللي انت بتعمله ده. نازل ايدك. بقولك نازل ايدك. حاضر. الاجهزه المعنيه الخاصه بالضرب تستعد. وريني هتعمل ايه بقى. هيضربوني كركديه. الواد شغال. رحلة اليابان نفعت. لا لا وهتشوف هيكسرهم. بس هو لئيم الوهم. يا جماعة ما يصحش كده. عيب. اي داعي اي خبر. واعمل لكم حاجة. وبعدين احنا مع بعض يعني. يعني خمتني وخدتني شط واحد. دي بشرف. يا ايه ما دام معايا انا. ما فيهاش حاجه ابدا. فيها دي. يعني ايه؟ الارض انشقت وبلعتهم؟ قلبنا الدنيا ومش لاقيينها. طب وماما فين؟ مش موجوده يا دكتور. طب متشكره قوي. مع السلامه. شريف. فين شريف؟ فين احمد؟ انا عايزاه. مش عارفه. دول مش موجودين في الاستوديو كله. انا عارفه هما فين. فين؟ عندنا في البيت. يلا معايا. يلا. ثانية واحدة أشوفهم فوق وأنزل حالا. قبلت زواجك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. مبروك يا عم. الله يبارك فيك. مبروك يا عم. الله يحفظك. لا لا يا سي محمود أنا ما ينفعش. يا أختي بقى أنا. رايحة فين؟ حاضر. أنا ما عنديش حريم تفتح بيبان. أنا هنا راجل البيت. لا مؤاخذة يا شيخ علي. إيه ده؟ أنتوا مستنيني إيه؟ الفتة. يلا يا سيدي يلا يابا. اتكل على الله. يلا خدت حقك يا عم. برا رفاق بلا نيرة. يلا متى الحمل ليه؟
ألف نعرف متشكرين يا أحمد. مع السلامة يا سيدي. ماما مع السلامة. ماما اسعى ماما اسعى وصلي على النبي اسعى خذ لك صورة 6 في 9 يلا يا محمود يا أصيلة هاني يا حبيبي لا ما شفتوش تعالي هنا راحة فين؟ إيه؟ مش لما أعرفك بس محمود سي محمود جوزي جوزك؟ أهلا أهلا ومالك اتخضيتي كده ليه؟ بس يعني بقولي هتتجوزي بقى و لا أهي دي بقى ما أعملهاش بس بقولك إيه؟ ما تنسيش وأنت راجعة تجيبي لي معاكي 7 صناديق صناديق إيه؟ حبوب منع الحمل يوه شوفي هي اللومة وضمالها يا أختي لو النبي أبلغ بقى سي محمود أنت ما قالتش هتجيب حبوب منع الحمل ولا لا؟ تعال ماما قدر روح لامك شريف ايه ده يا ابني مفيش حاجه يا ماما ازيك يا عطيات جالي الكلام شايفه مقصوفه الرقبه عملت فيه ايه يعني هو لوحده يا ماما كلهم اصحابه زيه كده قول لي يا ابني انت متجوز ايوه يا طنط انا متنيل على عين اللي خلفوني وانت يا ضنايا انا خاطب الشيخ بلا نيله امال لما تتجوز يا ابني هيجرى لك ايه ماما اشوف وشك بخير يا ماما لما تبقى تيجي الست منى اقول لها ان انا سافرت هتغيب قد ايه يا شريف 6 أشهر تاني يا ماما اشوف وشك يا ابني سلمي على جوزك عطيات مع السلامه يا شريف ربنا يستر بقى طب استنوا اقفلوا الازاز بتاع العربيه تقفل ايه بس ده وقته نقفل يا جدع يلا احنا من هنا يلا بلا نيله يا بتاعتنا تمام ايه اللي اخافه اوكي ظروفنا العائليه كانت سيئه جدا للغايه انا عارف كل ظروفكم وظروفكم اللي اخرتكم وصلت قبليها انا استاذنت الشركه انهم يفضلوا معانا ال 24 ساعه جايين لغايه ما نوصل بيروت وهترجعوا من بيروت ازاي؟ ولا حاجه بالاتوبيس متشكرين جدا يا أبطال بس احنا لسه ما اتجوزناش لو سمحت يا فندم اكتب الكتاب مش كده؟ ايوه فندم لما نخرج من المياه الإقليمية نبقى نكتب الكتاب من الإقليمية من الحنفية نارك قشطة جيت لقضاك يا حلوة أحمد أحمد إيه؟ أقعد أه؟ أقعد يعني أعلي؟ مفيش هنا عيانين معلش عشان خاطر ولا عجبنا السمك بتاع البيت لا لا وجميع يا انا عاوز اتخلى مين